looking at lightning او نظره الى البرق وانا كتبتها عشان ان انا كان حصل لي احتكاك بالبرق بس كان حنين علي شيخ انا لسه موجود فالاحتكاك بالبرق جاب لي احاسيس كتبتها وانا هناك واستخدمت تعبيرات عربيه زي السماعي ونوخت والسايره وبسيط وسفيان تعبر عن هذه العلاقة فهي مجموعة من تعبيرات أسماء عربية شعرت أنها ليها اتجاه بتاع الإحساس اللي كان عندي واستخدمت في بالي في نيويورك لمارثا كراهام بهذا العمل والعازفين للفلوت هيكون ليان تايسون للكورنو كنت لارمي للأوبوا الأوبوا أو الكورنو إنجليز بيسموه ديفيد بادانياني والبيانو تيان تون
Thank you.
was in front of my son. I'm so sad you don't understand. What was your mission at all? Thank you.
هذا القائد الأوركسترا فيها اسمه هاردن بوتشر، وأنا يعني الجماعة العازفين هنا كان من ضمن الوافد اللي جاي معايا من جامعة كنت ستيت يونيفرسيتي في أوهايو، فجايين بدعوة معي من عشان يعزفوا هنا مع البطريات ويشتركوا معهم. فاحنا سعيدين جدا ان المايسترو شريف محي الدين بعت لنا الدعوة كلنا، احنا 10 أنفار واثنين صحفيين في وفد جاي من أوهايو. فشكرا. وحاليا القطعة اللي انا فيها الاهداء للمكتبة اللي هي شركة كلمة البعث اللي هي الرجوع او زهرة اللوتس اللي هو reappearance of the lotus flower، ان احنا نواجه الامواج ونشوف النجوم تحت المية وبعديها تطلع زهرة اللوتس، وهي الإيحاء لهذه العملية الإسكندرية ومكتبة الإسكندرية الإسكندرية، وأنها مركز للتفكير والفكر والفلسفة العالمية. فأنا سعيد جدا أن المايسترو محي الدين عزمني وعزم الوفد معي، وتخلصت العمل يوم 4 مارس وكان عيد ميلادي 81 سنة. Thank you.